السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة يعقوب تيك، نتمنى تكونوا بخير. معكم يعقوب في نيو فيديو. قبل ما نبداو خوتي ما تنساوش تدعمونا اسفل هذا الفيديو بالجيم، باسكو لي جيم راح يطلعوا لي المورال ويحفزوني باش نقدر نقدم لكم الافضل والافضل باذن الله. نحاولوا نوصلوا هذا الفيديو ل1000 جيم على بالي نقدروا لها خوتي. ماك خاسر والو، هبط دير لنا جيم وتابع معنا الشرح لانك راح تستفاد بزاف بزاف من القناه. والجدد معنا نقول لكم مرحبا بكم في اشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. ما نطولش عليكم فلنبدا على بركه الله. قبل اسبوع درت فيديو بينت لكم فيه اسعار الهواتف في الجزائر، بصح خاوتي اليومين اللي فاتوا لاحظت بعض التعليقات والناس يقولوا لي رانا نلقاو الاسعار اكثر من الاسعار اللي ذكرتهم انت في الفيديو. وبطبيعه الحال بحثت على هذا الامر، شفت في لي باج فيسبوك في لي جروب، حوست هنا في جيجل، خاوتي انا نسكن في جيجل، خرجت للمحلات في جيجل نشوف، وسقسيت بعض الاصدقاء في بعض الولايات، لقيت ان الاسعار بدات تزيد خاوتي. للاسف الاسعار في عديد من الولايات بدات تزيد، كما احنا في جيجل الخاوتي نعطيكم مثال، الريدمي 9 راه يدير ب 3,600,000، بعد ما وصل حتى 3,100,000 3,200,000 راه زادت الاسعار ب 300,000 حتى 400,000. راح نعطيكم امثله كما راكم تشوفوا خاوتي، كتبتهم في ورقه باش ما ننساش. هذه الاسعار هنا في بعض المحلات في جيجل، لقيت ان الريدمي 9 يدير ب 3,600,000، الجالاكسي ام 11 راه يدير ب 3,380,000، والريدمي 9 ا راه يدير ب 2,870,000، الجالاكسي A11 راه يدير ب 3,150,000. يعني الاسعار زادت خاوتي للاسف، وكاين الناس بزاف يسقسوني علاش زادت الاسعار. كامل الناس وكامل اللي يديروا فيديوهات في اليوتيوب ومن بينهم انا، كنا نتوقعوا فتح المطارات منتصف شهر سبتمبر، لكن للاسف المطارات ما فتحتش واسعار الهواتف بدات تزيد. التجار لقاو ان المطارات ما فتحتش، الحكايه تاع المطارات سكتوا عليها ماهيش مفتوحه، بداو يزيدوا في الاسعار للاسف. مانيش عارف كيفاش راهم يدخلوا السلعه اللي راهي متوفره حاليا، يعني نلقى منشورات في فيسبوك يقولوا راهم يدخلوها على ليبيا وتهريب ومانيش عارف، الله اعلم بخصوص هذه الحكايه. المهم خاوتي النصيحه تاعي لكم، ما تشروش هواتف في هذه الفتره. افضل طريقه باش تقتني هاتف في هذه الفتره هي الشراء من الي اكسبرس. يعني انا شخصيا راني نشري من الي اكسبرس، وكاين ناس بزاف شريت لهم يعني هواتف من الي اكسبرس. تقولوا لي شحال فتره باش يوصل عند شرائه من الي اكسبرس، من موقع الي اكسبرس؟ راح تكون الفتره بين 25 يوم حتى الشهر، يعني اغلب الهواتف راهم يوصلوا بين 25 يوم حتى الشهر، وكاين اللي قعدوا 40 يوم 35 يوم، يعني المهم متوسط المده اللي يوصل فيها هي شهر خاوتي. يعني دخل الي اكسبرس، الناس اللي عندهم باسيرا اشري اورو، ادخل الي اكسبرس وشري الهاتف تاعك بطريقه بسيطه جدا، وراح نفهمكم في طريقه الشراء في فيديوهات قادمه باذن الله. يعني ما راحش نطول في هذا الفيديو تاع طريقه الشراء من الي اكسبرس باذن الله. المهم خاوتي والناس اللي ما عندهمش باسيرا وما عندهمش طريقه دفع، راح تلقاو رابط الصفحة تاعي اسفل الفيديو في الوصف، راسلوني ونشري لكم الهواتف باذن الله. المهم خاوتي كان فيديو خفيف ظريف، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وكل جديد بخصوص الهواتف راح نحطوه في القناة ونعلمكم به ونعاونكم باذن الله. فقط خاوتي دعمونا بلي جيم باش نواصل معكم باذن الله. بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو فيديو جديد، سلام.